تعد جريمة الشيكات بدون رصيد نوع من أنواع الجرائم اللي يستخدم فيها الجاني أو يصدر عن علم شيك بدون رصيد أو غير صالح قانونياً بطريقة ما. في معظم الحالات يحاول فيها الجاني إجراء عملية شراء أو الحصول على مبالغ نقدية مثل الاحتيال المالي أو تأمين نوع من المعاملات باستخدام الشيك بدون رصيد أو الشيك المزيف. عاقب قانون الجزاء الكويتي على جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعقوبة الجنحة وفقاً لنص المادة 237 من قانون الجزاء، فحرص المشرع على عقوبة الشيك بدون رصيد في الكويت لحماية التعامل بالشيكات ومحافظة على حقوق الأفراد وأموالهم. بنتكلم اليوم عن موضوع المطالبات المالية. وايد نسمع ان فلان تسلف من فلان، الزوجة عطت زوجها مبلغ وبعدين جت قالت له وين فلوسي، وقال لها روحي رفعي قضية في المحكمة، وقضايا كثيرة من هذه النوعية. ايضا الاصدقاء بالديوانية، واحد يكلم الثاني والله انا ابي مبلغ محتاج، يقوم يعطي مبلغ من غير لا ورقة ولا اثبات ولا دليل يؤكد وجود هذه المديونية. زين، شلون نحل الخلاف في هذا الموضوع؟ بالنسبة للأزواج والأقارب، طبعا دائما الزوجة تستحي تاخذ من الزوج ورقة، والعكس صحيح، الزوج يقول هذه زوجتي وما عيال، شلون انا اوقعها على ورقة واخذ منها ما يثبت ان انا اطالبها فلوس. نفس الشيء الاخوان، الاخو ينحرج يوقع اخوه على ورقة، الاب نفس الشيء، الخوات نفس الشيء. فبالتالي اليوم لو صار خلاف بين الأزواج او الأهل والأقارب، شنو يسوون في هذه الحالة؟ طبعا لو توجهوا إلى المحكمة وطالبوا في هذا المبلغ، أول شيء المحكمة راح تتأكد هل يوجد بينة وقرائن. شنو يعني بينة وقرائن؟ أدلة مثل أوراق مستندات تثبت المديونية، يعني أورقة بينهم تؤكد أن هنالك مديونية، تحويلات بنكية، شهود كانوا حاضرين وموجودين وقت الواقعة، كل هذه الأمور المحكمة تحتاجها. لكن إذا كان الموضوع بين زوج وزوجة، ويت الزوجة قالت والله أنا أعطيت زوجي مبلغ من المال بس ما حد كان موجود وعطيته فلوس كاش بيده، لكن أنا الحين أبي فلوسي والزوج رافض يرجع لي فلوسي، في هالحالة راح تحضر أمام المحكمة في شيء اسمه في القانون المانع الأدبي. شنو المانع الأدبي؟ المحكمة تنظر للموضوع بجانب آخر بالنسبة للأزواج والأقارب، أن هنالك مانع أدبي يمنعهم من أخذ ما يثبت المديونية. طبعا بالسابق الناس طبعا على نياتها وبحسن النية تتصرف تصرفات من باب الثقة، ولكن اليوم احنا كمحامين نقول يا جماعة، حتى لو انت وشنو ما كان صلة القرابة بينكم لابد ان يكون في اثبات. نرجع لموضوع السيدة هذه، توجهت الى المحكمة قالت حق المحكمة انا ما عندي دليل، لا تحويل بنكي ولا ورقة تؤكد ان استلم مني مبالغ. انزين، المحكمة طبعا تطلب منها الاثبات لان هي صاحبة الدعوة، فهي عليها الاثبات. بالتالي بتفكر تقول ايه، انا في اليوم الفلاني سولفت قدام اخواني وكانوا قاعدين وقلت لهم قدام زوجي ان انا اعطيت المبلغ الفلاني، هذا دليل يعتبر اخوانها شهود في الواقعة، فبالتالي تقدر تجيب اخوانها يشهدون معاها. بالاضافة الى ذلك تذكرت الزوجة قالت انا وقت اللي اعطيت الفلوس اساسا اخذت قرض من البنك، فهذا دليل ثاني تجيب ما يؤكد ان يوم الواقعة كان عندها قرض من البنك استلمته وسلمته للزوج. النقطة الثالثة، تقول الزوجة ان الزوج بعد ما اخذ مني هذا المبلغ شرى سيارة، بالتالي اذا طلبت من المحكمة تصريح لتؤكد للمحكمة ان في هذا اليوم ويوم الواقع قام بشراء مركبة وهو ما عنده فلوس في البنك ولا عنده مبالغ في البيت، فبالتالي يعني لو نقيس الامور شهود وقرض وشراء سيارة، لو نجمعها راح نكتشف أن اليوم إحنا قاعد نقدم للمحكمة أدلة لوجود مانع أدبي، ولكن أدلة ممكن المحكمة تقتنع فيها. هذه بالنسبة للأقارب والأهل. إنزين، لو كانوا أصدقاء قاعدين بالديوانية مع بعض وهذا رفيجة وقال له والله أبي منك مبلغ وقام وعطاه المبلغ، ليش ما وقعت على ورقة؟ لا والله هذا والجيران وعشرة عمر وأنا ما وقعت على ورقة. عندك شهود؟ ما عندي. إذا شلون عطيت المبلغ بهذه الطريقة؟ اليوم ما راح نقدر نقول حق المحكمة وجود مانع أدبي، لابد أن يكون عندنا دليل.
مثل ما ذكرت أنا قبل شوي، تحويلات بنكية، شهادة شهود، أمور تثبت المديونية. لذلك لو أنت مثلا حاولت أنك تسلف شخص تعطيه مبلغ، احرص علشان يعني الشخص الثاني ما يزال، احرص أنه يكون في دليل، حتى لو يكون تحويل بنكي شيء بسيط جدا، حوله عن طريق البنك، هذا إثبات أنه في تحويل بنكي، إذن في دين على هذا الشخص. فاليوم احنا نوجه رسالة للمشاهدين، مهما كانت الثقة ومهما كانت المعزة بيننا وبين الآخرين من أصدقاء، من ناس، من أقارب، لابد أن يكون هنالك دليل. راح نطلع فاصل ونرجع لكم ونتكلم عن كيفية إثبات الدين. علشان نثبت الدين مع الآخرين من غير زعل ومن غير إحراج، يفضل أن يكون في إقرار مديونية. إقرار مديونية تقدر تكتبها عن طريق كاتب العدل، يعني أثنينكم تتوجهون إلى كاتب العدل وتحررون شيء اسمه إقرار مديونية، يقر المدين أن أنا ذمتي مشغولة لفلان بمبلغ وقدر كذا. وإقرار الدين الصادر من كاتب العدل في صيغة تنفيذية، يعني مستقبلا إذا هذا الشخص وقت المطالبة أو انتهاء المدة القانونية ما أعطاك فلوسك، تقدر تأخذ إقرار الدين وتبطل ملف تنفيذ وتقوم بإجراءاتك على الطريق القانوني. في طريقة ثانية، ممكن أنت تكون قاعد في مجلس ومعك ناس وسامعين الموضوع وعارفين هؤلاء الأشخاص يعتبرون شهود، لو صار بالمستقبل أي مشكلة بينك وبين هذا الشخص وما رجع لك فلوسك، هؤلاء الأشخاص ممكن يشهدون معك. أيضا في طريقة ثالثة، التحويل البنكي، والتحويل البنكي يعتبر يعني شيء دليل واضح وحاسم للموضوع، أنت حولت لمبلغ، إذن شنو سبب التحويل؟ أكيد في دين، فبالتالي أيضا التحويل البنكي يعتبر دليل. في طريقة رابعة، إذا هؤلاء الأشخاص لا في شهود ولا راحوا مكتب محامي ولا راحوا كاتب عدل ولا عنده أي دليل، بينه وبين رفيجة يكتب له ورقة، أنا فلان فلاني أقر إن أنا ذمتي مشغولة لفلان بمبلغ كذا ومستعد أرجع المبلغ في وقت المطالبة. بكذي تكون أنت حميت نفسك ومنعت نفسك من الإحراجات وضمنت حقك. تنص المادة 11 من الدستور الكويتي: تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمة التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.